السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكورة مع الشنطوري. النهاردة عندنا حلقة قوية ومثيرة إن شاء الله. هيكون معانا النهاردة بعد الفاصل ضيفين من نجوم الكرة المصرية، كابتن مجدي سالم لاعب نادي الزمالك السابق ونادي الطيران ونجم منتخب مصر ومخطط برامج التدريب بمدرسة الكورة بناشئين نادي الزمالك، وهيكون معانا كمان نجم لعب للعديد من الأندية الكابتن محمد شعراوي نجم الاتحاد السكندري والمصري وبتروجيت وحرس الحدود والمحلة والعديد كمان من الأندية الدوري الممتاز. إن شاء الله هتكون حلقة قوية ونقدر نقدم لحضراتكم ملخص كروي شامل لما يحدث في الساحة الرياضية المحلية والعالمية. البداية طبعا بتكون بسؤال الحلقة، ما رأيك في التحكيم المصري حتى الآن؟ آراءكم وتعليقاتكم على صفحة الكورة مع الشنطوري على الفيسبوك، وإن شاء الله مع ضيوفنا ناخد بعض التعليقات من الجمهور. مج الشاي أو العصير، ويلا بينا مع الخبر الأول في الحلقة. جوائز الاتحاد الأفريقي اليوم في مصر، طبعا هنسيب ساديو ماني للآخر. منتخب الكاميرون للسيدات هو أفضل منتخب داخل أفريقيا، منتخب الجزائر هو أفضل منتخب للرجال داخل أفريقيا، رئيس مازيمبي هو الرئيس الأفضل على مستوى الأندية داخل أفريقيا، جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر هو أفضل مدير فني داخل أفريقيا، كمان أشرف حكيمي لاعب المغرب وبروسيا دورتموند الألماني هو أفضل لاعب شاب داخل أفريقيا، كمان معانا الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة المهندس هاني أبو ريدة هو أفضل اتحاد قاري داخل أفريقيا، ثم بقى أهم جايزتين معانا وهم أفضل لاعب في المسابقات الأفريقية وهو حصل عليها اللاعب الجزائري يوسف البلايلي لاعب الترجي السابق وحاليا أهلي جدة، بنقول له مليون مبروك. وطبعا هارد لك لنجمنا نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الكابتن طارق حامد، ترشحك لوحده يا كابتن طارق هو شرف ليك وللكرة المصرية، أنت لاعب محترم، لاعب بتأدي برجولة وإخلاص وعزيمة وإصرار، تستحق كل التحية والاحترام، وخسارتك من البلايلي لا تعني أبدا النهاية بل هي بداية طموح جديد عند طارق حامد اللي يستحق كل التحية والتقدير، وكفاية الدم اللي كان موجود على قميصه في نهائي الكونفدرالية. طارق حامد من لعيبة الرجالة اللي حفرت بحروف من نور اسمها في تاريخ الكرة المصرية. شكرا يا كابتن طارق، أنت لاعب محترم واحنا كمان بنحييك، واذا كان البلايلي هو الفائز بافضل لاعب داخل القاره الافريقيه فطارق حامد بالنسبه لجمهور نادي الزمالك او المصريين هو افضل لاعب داخل القاره الافريقيه. الجائزه بقى الاهم والحدث الاهم وهو حصول ساديو ماني لاعب ليفربول على افضل لاعب في افريقيا. للامانه ساديو ماني هو فعلا افضل لاعب في افريقيا عن جداره واستحقاق. ساديو ماني هو الخليفه الشرعي للحاج ديوف اللي حصل على هذه الجائزة في عام 2001 و2002، مليون مبروك ساديو ماني. طبعا الكل مستني انا هقول ايه عشان صلاح ما جاش الحفلة، يا ترى هنقد صلاح ولا يا ترى هشيد بصلاح، يا ترى هقف في صف صلاح ولا حاجة على صف صلاح. انا عايز اقول كلمتين من الاخر، سيبوكم من الحفلة في مصر، انا عايز بالبلدي كده هبسطها لكم. لو انا وساديو ماني في فريق واحد، وانا السنة اللي فاتت خدت الجائزة وساديو ماني جه وحضر وعارف ان انا اللي هكسب وانبسط ومدحني وشكرني ورقص معايا في الحفله، جيت السنه اللي بعديها بقى صلاح هو اللي هياخد الجايزه وانا اللي المفروض اروح معاه عشان انا عارف ان هو اللي هيكسب وانا رايح اقف معاه فانا ما روحتش، يا ترى العلاقه؟ سيبك بقى من ان هو ما جاش مصر وان هو اللي حصل معاه ايه والكلام، كل الكلام ده هجس، العلاقه بقى ما بين ساديو ماني النهارده بعد ما وقف في الحفله وحيدا لان صلاح ما جاش ومحرز ما جاش، بس محرز عنده سبب. محرز النهارده كان بيلعب مع السيتي في كاس الاتحاد الانجليزي امام مانشستر يونايتد، انا كنت سايبهم من دقايق 3-0 للسيتي، يعني كان واخد اليونايتد غسيل ومكوى زي ما بيقولوا، ومحرز كان بيلعب وبالتالي محرز تغيبه بسبب. لو صلاح ما كانش مع ماني في نفس الفريق انا شخصيا كنت هقول لكم ولا تشغلوا بالكم وعادي جدا اللي عمله صلاح، لكن المشكله الوحيده هنا اهو ان صلاح مع ماني في نفس الفريق، يعني ماني هيرجع بالكاس او بالبطوله بتاعته اللي خدها دي هناك في ليفربول، طبعا قولوا بقى زي ما انتوا عايزين تقولوا، اصله اعتذر، اصله صاحبه، اصله قال له الاتحاد المصري عمل معايا، الاتحاد المصري سوى معايا، والاتحاد المصري عمل معاك ايه؟ الاتحاد المصري اللي موجود ده عمل معاك ايه؟ ولا عمل معاك حاجه؟
ملوش اي ذنب، سواء الاتحاد اللي فات ما صوتلكش او صوت او حصلت ظروف، ايه علاقه ده بحفله الافضل في افريقيا؟ عموما المشكله الوحيده في الموضوع زي ما بقول لحضراتكم ان هما الاثنين بيلعبوا في فريق واحد، لكن لو هو كان زي محرز عنده سبب ماشي، او حتى مش زي محرز، لو غيره مش عايز مفيش مشكله. هيقولوا لي بقى شركه الرعايه ومش شركه الرعايه، دي بقى حاجه ترجعوا لها بقى ايه للمنظمين للحفل يحلوها مع بعض، لكن وجهه نظري المشكله في الموضوع ده في الاخر هتبقى مشكله شخصيه داخليا ما بين مانيه وصلاح. مانيه شايف ان هو عمل اللي عليه مع صلاح ومحرز قبل كده، اما صلاح فبقى عذره هو هيتحمله. عموما قفلنا كده ملف الجوائز الافريقيه. سريعا اقول لكم ان الدوري المصري النهارده بيراميدز في بدايه مشوار جديد مع المدير الفني الجديد على حساب النادي الاسماعيلي، بيفوز بهدف نظيف لدودو الجباس في الدقيقه 80. طبعا غرائب وطرائف الدوري المصري ان النادي الاسماعيلي يجيب مدير فني الساعه 1 بالليل امبارح اسمه ديدي، يعينه الساعه 1 بالليل. طب ما تستنى اما الماتش يخلص، ايه اللي هيحصل؟ مستعجل على ايه؟ ما الكابتن ادهم السرحدار ماشي بالفرقه، حاجه غريبه جدا ما بتحصلش الا في مصر. النادي الاسماعيلي يجيب مدير فني الساعه 1 بالليل، طب يا اخي اعلن عليه الظهر بقى ولا امبارح؟ لا الساعه 1 بالليل. طبعا الطبيعي ان النادي الاسماعيلي يخسر، النادي الاسماعيلي بيمر بازمات، النادي الاسماعيلي ملوش اي ناقه ولا جمل هذا الموسم الا البطوله العربيه، وماتشه هيكون مع نادي الاتحاد هيكون ضرب نار في الاسماعيليه في مباراه العوده. طبعا مباراه الذهاب انتهت للاسماعيلي بهدف نظيف. الانتاج الحربي بيتعادل مع النادي المصري بهدف مقابل هدف. طبعا احمد مسعود حارس المصري واصل اخطائه، وعطى انفراد صريح لباسم مرسي اللي نجح انه يجيب هدف، وتعادل محمود وادي للنادي المصري بضربه راس رائعه. اسوان والجونه حبايب 1-1. اسوان وانا قلتها قبل كده احد الثلاثه الهابطين هذا الموسم على مسؤوليتي، ومعاه اف سي مصر، وربما يكون طنطا هو ثالث الهابطين. لو جينا بقى اتكلمنا عن الظلم التحكيمي او سؤال الحلقه اللي هو بيقول ما رايك في التحكيم المصري هذه الايام؟ طبعا الكل اجمع في مصر ان الفريق الوحيد المظلوم، او اكتر مش الفريق الوحيد المظلوم لان كلهم اصبحوا مظالم، اكتر فريق دلوقتي في مصر مظلوم هو نادي الاتحاد السكندري. انا هعرض لكم صور مجمعه لبعض الاخطاء اللي وقعت على نادي الاتحاد السكندري وحضراتكم احكموا. ماتش وادي دجله هدف صحيح الغى الاتحاد السكندري زي ما حضراتكم شايفين، لمسه يد واضحه وضوح الشمس والحكم على بعد متر جنبها اهي على شمال الشاشه من تحت، والحكم ما حسبهاش والاتحاد السكندري فقد نقطتين. مباراه الاهلي اهو على يمين الشاشه من فوق انفراد وهدف صحيح لمحمد مجدي اشفى، اسف مش صحيح، هدف غير صحيح من تسلل، العالم كله اجمع انه تسلل. سيب بقى كل ده، ماتش المقاولين الاخير في اسكندريه الاتحاد السكندري مسيطر على المباراه وهدف شارع اهو لخالد قمر اهو المدافع بتاع المقاولين خلف خالد قمر، واللاعب بتاع الاتحاد الكره طلعت من رجله راحت الكره لخالد قمر جاب هدف صحيح 100 مليون%، والحكم بيحتسب اوف سايد وفي الاخر الاتحاد بيخسر. وبعدين يرجعوا يقولوا ايه التحكيم له وعليه، وبعدين يطلع الكابتن جمال الغدوي زي ما حضراتكم شايفين بيصرح ويقول ان نادي الاتحاد السكندري نادي اتظلم، هو اكتر فريق مظلوم في الدوري المصري. انا كمحمد مسلحي مع كامل محافظ الالقاب يعني، او كمجلس اداره نادي الاتحاد او كجمهور اسكندريه، استفدت ايه؟ ده السؤال. انا استفدت ايه من فريق بينافس على مركز مش هقول لك هياخد الدوري على المربع الذهبي، عمالين تنزلوه لتالت لرابع، اللهم شوف هينهي الموسم بكام على اخطاء كارثيه. هي كل الاخطاء يا جماعه نادي الاتحاد بس؟ اشمعنا في ماتشات الاتحاد بس؟ عينوا يا جماعه حكام دوليين لماتشات الاتحاد، ولو جه الاتحاد او غيره من الانديه يطلب بحكام اجانب يقول لك لا والحكام المصريين ونجدد الثقه. طب ما انتوا اللي عاملين كده في نفسيكم. اما رئيس اتحاد الكره لجنه الحكام في اتحاد الكره المصري يطلع يقول الاتحاد اكتر نادي الظلم، انا كنادي الاتحاد استفدت ايه؟ في حاجه ثانيه عايز اقولها، ماتشات الاهلي والزمالك بجمهور، طب ونادي الاتحاد ده مش نادي شعبي؟ ليه ماتشات نادي الاتحاد من غير جمهور؟ عايزين حد يرد على جمهور اسكندريه يقول لنا ليه ماتشات الاتحاد السكندري في استاد اسكندريه ب 50 متفرج؟ ليه؟ ليه في القاهره الزمالك بيلعب ب 5000 والاهلي بيلعب ب 5000؟ ليه؟ ليه الاسماعيلي برده ما بيلعبش الجمهور؟ ما كل دي اسئله عايزين حد يجاوبنا عليها. طبعا هنسال ضيوفنا بعد الفاصل وهيقولوا وهيردوا على كل التساؤلات اللي احنا بنطرحها. نادي المجد ودوري الدرجه الرابعه، وزي ما قلت لحضراتكم نادي وليد، نادي من 4-5 شهور اتبدا يعني ابتدى يظهر على السطح،
انجازات لاعب شاب محمد عبد الحميد بوطه زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت بينضم لمنتخب مصر عنده 18 سنه مع الكابتن ربيع ياسين، ويحسب للكابتن ربيع طبعا ان هو بيروح نادي درجه رابعه يجيب منه لعيب لمنتخب مصر. نادي في اربع شهور عنده فريق 99 وصل دوري القطاعات، رئيس نادي محترم. احنا جبناه قبل كده في حلقه واتكلم، قال لي ويمكن انا ما كنتش مصدق او حضراتكم ما كنتوش مصدقين، قال لي كابتن ربيع ياسين حاطط عينه على ثلاث لعيبه عندي في القطاع. وفعلا الراجل الكلام اللي قاله اتنفذ، فعلا ضموا محمد عبد الحميد بوطه لمنتخب مصر. يعني الراجل بيقولش كلام في الهوا. طبعا هيجي ناس تقول لي يا كابتن واحنا مش ضمننا ان انت ما بتقولش الكلام ده مثلا بجامل نادي المجد ولا بجامل رئيس نادي المجد. لا يا كابتن، قريب جدا ان شاء الله هيكون معانا رئيس نادي المجد استاذ اسلام الصياد المحترم، وهيكون معانا محمد عبد الحميد بوطه في حلقه، نجم نادي المجد تحت 18 سنه واللي هو راح منتخب مصر. ده طبعا الاستاذ اسلام الصياد رئيس نادي المجد اللي بنكن له كل احترام وتقدير، راجل عمل شيء من لا شيء من اربع شهور، بقى عنده لعيب في المنتخب، بقى عنده نادي بينافس في القطاعات. نادي المجد بقى اللي هو الفريق الدرجه الاولى اللي في الدرجه الرابعه بيفوز على نادي الجعفره بخمس اهداف نظيفه تقريبا. نادي المجد الخمس ماتشات اللي لعبهم بيكسب خمسه وسته باستثناء المباراه القمه اللي كانت مع ام في بي اللي خسرها في الدقيقه 95 2-1. غير كده هو دلوقتي صعد للمركز الثاني، طبعا عارفين حضراتكم ان اللي بيتاهل من المجموعه اول وثاني لدوره التصفيه. اعتقد ان نادي المجد مع نادي ام في بي هيكونوا هم فرسي الرهان هذا الموسم، ونتمنى ان احدهم يصعد ان شاء الله للدرجه الثالثه. تحيه وتقدير مني شخصيا لرئيس نادي المجد الاستاذ اسلام الصياد، مش عايز انسى عضو مجلس الاداره المكوك والمنسق العام الاستاذ حماده الاجنبي، ومش عايز انسى الاستاذ محمد علي ولا رئيس قطاع الناشئين طبعا اللي هو عامل الطفره دي كلها واللي هو ابنائه سواء اللي بيتاهلوا القطاعات او بيروحوا منتخب مصر، كابتن احمد صالح رئيس او اصغر رئيس قطاع ناشئين في مصر. هنطلع بقى دلوقتي تقرير عن فوز نادي المجد على الجعفره بخمس اهداف نظيفه، وبعد التقرير نستقبل ضيوفنا نجم نادي الزمالك الكابتن مجدي سالم ونجم نادي الاتحاد والمصري وبتروجيت الكابتن محمد شعراوي. اتفضلوا. كابتن أتهم الصباغ، اهلا وسهلا يا كابتن. اهلا بحضرتك، الف مبروك على البطوله وان شاء الله في تقدم باذن الله. الله يبارك فيك. الحمد لله البطوله دي يعني من اصعب بطولات العربيه اللي كانت موجوده، وان هي الثانيه عن التوالي دي حاجه ما حصلتش في تاريخ النادي، فكان بالنسبه لنا ان ده تاريخ، حاجه جديده بتحصل، غير ان هي كمان بطوله قويه، وان كمان احنا خسرنا من الفريق المؤهل اللي هو المنستيري التونسي في التمهيدي، وان احنا نقدر نكسبه في السيمي فاينل ده كان انجاز كبير الحمد لله. تقول يا كابتن للجماهير دي كلها اللي جايه مؤازراكم في البطوله ومستنيه منكم بالدوري كمان؟ انا بشكرهم طبعا، ويعني ده العادي بتاع جمهور الاتحاد، هو دايما في ظهرنا وبيساندنا، وان شاء الله نقدر نفرحهم بالدوري وكذا زي ما فرحناهم بالبطوله العربيه. كابتن احمد بيبو نجم فريق نادي الاتحاد السكندري، اهلا وسهلا يا كابتن. اهلا بحضرتك. تقول يا كابتن لجمهور اسكندريه المحب والعاشق لكره السله بعد البطوله العربيه توعده بايه؟ البطوله العربيه هم عايزين منها الدوري، هو زي وعد بس ما نقدرش وعد عشان ما يزعلوش لو ما اديناش وفي، بس ان شاء الله هنجيب الدوري. وانا من اول ما جيت الاتحاد السنه اللي فاتت واحنا حاطين في دماغنا او انا نفسي اخد الاربع بطولات ورا بعض، ثلاثه مصريين والبطوله العربيه او لو دخلنا بطوله افريقيه او حاجه ثانيه ان شاء الله، بس واحده واحده وادينا بنتحسن اهوت الحمد لله، ودي بطولتين عربيتين ورا بعض ان شاء الله.
الله الموسم دوت نكمل كده على نفس المستوى ان شاء الله. كابتن ونجم نادي الاتحاد السكندري كابتن مؤمن مبارك، اهلا وسهلا يا كابتن. اهلا وسهلا بيك، ربنا يخليك. الف مبروك البطوله العربيه يا كابتن. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. شكرا. كلمنا عن مشوار البطوله يا كابتن. والله طبعا هو كان مشوار صعب اكيد، ان انت واخد البطوله العربيه السنه اللي فاتت، فانت داخل عليك ضغط البطل، بس احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب عليه بتركيز اللعيبه بالجهاز الفني بتوفير كل حاجه من مجلس الاداره، والحمد لله قدرنا ان احنا نجيب البطوله تاني الحمد لله. لو هديت البطوله يا كابتن تهدى لمين؟ هديها الاهلي طبعا اول حاجه اللي تعبوا معايا، وهديها لجمهور الاتحاد والجهاز الفني كله والمجلس الاداره. كابتن ياسر مبارك الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. انجاز تاريخي يا كابتن، تاني مره على التوالي والمره السابعه، تقول ايه؟ اقول والله يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا بالبطوله دي، لان هي بطوله اصعب من البطوله بتاعت السنه اللي فاتت. لعبنا فرقه قويه، بس الحمد لله ربنا كرمنا عشان احنا تعبنا يعني في الاول. انتوا فزتوا على فرقه كبيره الجزيره الاتحاد المنستيري، كان في معاكم مواجهه في المجموعات؟ احنا يعني فرقه الجزيره طبعا فرقه قويه، منستيري ده منتخب تونس. بعد كده لعبنا بيروت اللي احنا لعبناه السنه اللي فاتت فاينل، بس الحمد لله احنا كنا مركزين في كل ماتش بماتشه، مع اننا قبل الثلاث ماتشات دول كان عندنا اجازه اربع ايام، وبعدها لعبنا ثلاث ماتشات ورا بعض، بس الحمد لله كنا مركزين الحمد لله. ايه رايك في استقبال الجماهير؟ مش مصدق الصراحه، يعني المره اللي فاتت البطوله بتاعت السنه اللي فاتت كانت الظهر، الجمهور كان اقل من كده، الساعه 2 بالليل بتستنى تلاقي جمهور عظيم زي ده، اولياء امور، ستات كبيره، استاذ محمد، مجلس الاداره كله، فالصراحه يعني بشكرهم كلهم. كابتن شوشه الف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. كلمنا عن الانجاز التاريخي ده. حاجه يعني انجاز الحمد لله قدرنا نحققه. طبعا الناس كلها كانت بتتكلم في الاول ان البطوله الاولانيه ممكن تكون في فرقه ضعيفه وبطوله سهله، ويعني كسبناها بالحظ، بس طبعا السنه الثانيه دي مفيش حد يقدر يتكلم، يعني خلاص كسبنا كل الفرق مرتين ورا بعض، خلاص تربعنا على العرش، خلاص احنا كده ابطال العرب في سنتين ورا بعض، خلاص احنا الحمد لله قدرنا نحقق الموضوع ده ومحدش يقدر يتكلم خلاص. في لبنان، في المغرب، الاتحاد سيد البلد وسيد العرب، الاثنين طبعا بره ارضنا، دي حاجه ما حصلش في التاريخ، يعني ممكن حصلت قبل كده، كان انجاز يعني حصلت قبل كده برده، كان نادي الاتحاد بس كانت في واحده جوه ارضه، دي بطولتين بره ارضنا، دي الموضوع ده صعب جدا، ان شاء الله نقدر نكملها نخليها الثالثه ان شاء الله كمان. حسيت بيها يا كابتن ما شفت الجماهير بره؟ ده حاجه مفرحه جدا، يعني احنا جينا اصلا يعني كناش متوقعين في حد مستنينا في المطار، لقينا ناس كتير جدا مستنينا في المطار، وحاجه قلنا يعني ما دام العدد ده مستنينا في المطار يبقى مين بقى اللي مستنينا هنا، جينا هنا لقينا الدنيا هايصه زي ما انت شايف الحمد لله، استقبال يعني الناس تستحق تفرح، يعني ان شاء الله ناخد الدوري ونفرحهم زياده. اهلا بحضراتكم مره تانية، نرحب بقى بضيوفنا النهارده، كابتن مجدي سالم نجم نادي الزمالك السابق ونادي الطيران. مساء الشنطره يا كباتن. اهلا يا كابتن، حبيبي مشرفنا. الله يخليك ورحب، وسعيد ان انا موجود معاك النهارده، وشكرا لاستضافتك. نرحب بكام نجم نادي الاتحاد ونادي المصري وبتروجيت كابتن نجوم ياما قوي، جت لعبت في انديه كتير قوي، مساء الشنطره كابتن محمد شعراوي. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك، انا بشكرك على الاستضافه الجميله ديت، وطبعا بشكر الكابتن مجدي على حضوره النهارده. الله يخليك. وان شاء الله نكون ضيوف خفاف على الساده المشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله نعمل حلقه كلنا تكون كويسه والساده المشاهدين يكونوا مبسوطين بيها ان شاء الله. البدايه معاك يا كابتن مجدي، عايزك في ايجاز كده تعرف الناس تاريخك كده. انا لعبت في نادي الزمالك لغايه دوري 20 سنه، وكانت المجموعه اللي كان بلعب معاها كان الخواجه فاروق جعفر وحسن فريد وعلي خليل وغانم سلطان وهاني غنيم وعلي بدر وكشمير، وخدنا بطوله ال20 والمسابقات كلها، اذا كان مسابقات 16 و18 سنه واخدين البطولات دي كلها. وبعد كده لعبت نادي الطيران، لعبت 3 سنين، وبعد كده اتنقلت نادي السكه الحديد لعبت موسم، وبعدين رجعت تاني نادي الزمالك، اشتغلت في التدريب مع الكابتن حماد الشرقاوي، وبعدين سافرت الكويت، اشتغلت في الكويت 35 سنه، اشتغلت 15 سنه في نادي السلميه و15 سنه في نادي خطان وخمس سنين في النادي العربي. حاليا حضرتك في نادي الزمالك بقى، وحاليا رجعت بقى نادي الزمالك، بقيت مخطط برامج التدريب لمدرسه الكره، الكلام ده من خمس سنين فاتوا، وشهر يناير اللي فات العام اللي فات دولة الكويت كرمتني، اتحاد الكرة بعت لي، وسافرت الكويت كرموني في نهائي كاس ولي العهد على المجهود اللي اتبذل واللاعبين اللي مثلوا دولة الكويت اللي كانوا لعيبة عندي وبقوا نجوم الكرة الكويتية.
كابتن شعراوي طبعا انت نجم معروف لان انت لسه بتلعب يعني كنت جديد حاليا فين حضرتك دلوقتي؟ وانا ليا الشرف طبعا ان انا بلعب في جمهوريه شبين نادي محترم جمهور محترم ان شاء الله نعمل حاجه السنه دي باذن الله. عايزك يعني نبدا من الاخر على طول اخر حاجه انا اتكلمت عليها التحكيم ونادي الاتحاد رايك ايه في اللي بيحصل في نادي الاتحاد السنه دي؟ والله طبعا نادي الاتحاد فريق كبير فريق محترم كان ليا الشرف ان انا لعبت فيه. انا شايف ان هم اتظلموا شويه السنه دي كان لهم ضرب الجزاء وكان لهم اتحسب عليهم اكتر من لعبه كانت مؤثره في الماتش بس انا بقول لهم انتوا رجاله ان شاء الله تمشوا كويس الفتره الجايه كمان معاكم جهاز فني محترم ان شاء الله تادوا اداء كويس الدور الثاني وتبقى حاجه كويسه ان شاء الله. رايك في الحاله اللي عملها الاستاذ محمد مسلحي ومجلسه مع الكابتن طلعت يوسف رايك فيها ايه السنه دي؟ حاسس بحاجه مختلفه ولا لا؟ هي مش السنه دي بس هو من ساعه ما تولى المهمه عامل حاله جامده جدا مختار لعيبه على اكمل وجه معاه جهاز فني محترم الكابتن طلعت طبعا حاجه محترمه وله اسم كبير في مجال الكوره نادي الاتحاد بقى اسم دلوقتي اتحاد فعلا يعني الاول كان الامور صعبه شويه ماديا دلوقتي بحلول الحاج محمد طبعا الدنيا اتغيرت بقى يعرفوا يجيبوا لعيبه بقى يعرفوا يصرفوا على الفريق كوره بقى عاملين حاله كويسه فعلا يعني. رايك الاتحاد يقدر يعود في مباراه العوده امام الاسماعيلي في البطوله العربيه ما خسر مباراه الذهاب 1-0 اسكندريه يقدر يعود؟ طبعا معاه فريق كويس ومعاه جهاز فني يقدر يعمل حاجه في الماتش الثاني ان شاء الله. كابتن مجدي من نفس السؤال اللي اديته للكابتن محمد شعراوي هل انت شايف الاتحاد السكندري يقدر يعود في مباراه العوده مع البطوله العربيه مع الاسماعيلي؟ بص اي نادي شعبي وليه جمهور وجهاز كوره كويس اكيد في ساعات بتحصل كبوات في بعض المباريات لكن بعد كده المدربين مدرب يعرف ايه اللي حصل وايه الاخطاء وبيعالجها وبعدين يبتدي يصحح وبعدين الفرقه ترجع تاني للمنافسه ونادي الاتحاد نادي كبير معاه جهاز فني على مستوى عالي لاعبين رائعين عملوا ماتشات كويسه حتى لما خسروا نتيجة ظلم تحكيمي خطأ تحكيمي الكلام دوت لكن إن شاء الله الفترة اللي جاية نادي الاتحاد يعود عشان الدوري كمان يحلوه ويبقى ليه قوة في ماتشات الاتحاد مع الأندية الأخرى. طيب أخدك بقى الجوائز الاتحاد الأفريقي يعني الحدث اللي لسه من دقايق وفوز شفت فوز ساديو ماني إزاي وشفت طبعا عدم حضور محمد صلاح إزاي؟ هو طبعا محمد صلاح يعني اكيد هو عرف ان هو مش هياخد الجائزه اكيد ممكن يكون طبعا زعل ان هو احق بيها وهو فعلا احق بيها على الانجازات اللي عملها محمد صلاح سواء في مصر او خارج مصر كان هو المفروض محمد صلاح ياخدها وعدم حضوره ده رد على الموقف ان هم ما اختاروهوش هو كافضل لاعب. كابتن لو كل واحد نجم ما اختاروهوش احسن لاعب ما حضرش الحفله يبقى ملهاش لازمه كوره. انا بقول لك يعني هو عاوز يرد على الموقف ده لان هو كان الحاجات يعني محمد صلاح عمل حاجات جميله جدا السنين اللي فاتت دورت والسنه دي بالذات عمل نتائج كويسه لسه واخدين بطوله اوروبا مع ليفربول كويس ومع مصر يعني فهو كان احق بيها من اي حد لكن هو بص لقى الموضوع ده يعني اهانه يعني ان هو ما يتاخدش فاكيد طبعا بعد ويمكن ليه ظروف تانية ممكن نعرفها بعد كده هو يقولها انا ما حضرتش عشان ظروف كذا كذا لكن كل الناس بتتكلم ان هو زعل ان هو ما خدش ان هو افضل لاعب في الاختيار يعني. كابتن محمد واضح ان الكابتن مجدي واخدها بعاطفه اكتر منها ككوره لان احنا كفنيين ككوره فاهمين ان ساديو ماني بصراحه عن جداره واستحقاق ولا شك في ذلك. تمام انت شايف ايه؟ انا شايف طبعا ان انا ببارك لساديو ماني عامل موسم ولا اروع. فعلا محمد صلاح كان ماشي كويس الفتره اللي فاتت ديت احنا بنتكلم ممكن يكون زعل محمد صلاح من اتحاد الكوره مش من ساديو ماني خالص او مش من ان هم قدروه ولا الكلام ده هو كان حاسس بظلم من اتحاد الكوره ان هم كان لازم يدعموه اكتر من كده كان ممكن تيجي من البلاد الثانيه ما تجيش من اهله اللي هم المفروض يبقوا ظهره وسنده انا شايفها كده لكن العلاقه ما بين محمد صلاح وساديو ماني ملهاش حدود يعني واعتقد ان هو هيبقى في انجلترا ان شاء الله هيبارك له وهيبقى الموضوع خلصان يعني بس هو زعل محمد صلاح من اتحاد الكوره مش من ساديو ماني او مش من هو كسب او خسر نرجو ان يتفهم ساديو ماني الموضوع ده وان كنت اشك في ذلك. عايز تقول ايه لطارق حامد بعد اختيار البلايلي افضل لاعب داخل قاره افريقيا يعني.
عايز اقول له ما تزعلش يا طارق، انت كنت عامل موسم جامد جدا، الناس كلها بتشهد لك بالكلام ده، انت لعيب محترم ولعيب جامد جدا، الزمالك ما يقدرش يستغنى عنك ولا منتخب مصر يستغنى عنك، فرصتك اللي جايه هتبقى احسن ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع مره ثانيه ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مره ثانيه ونكمل كلامنا كابتن محمد شعراوي. كنت حضرتك بتوجه رساله للكابتن طارق حامد بعد فوز يوسف البلايلي بافضل لاعب داخل قاره افريقيا. بقول له يا طارق انت عملت موسم عالمي السنه دي، والزمالك ما يقدرش يستغنى عنك ولا منتخب مصر يقدر يستغنى عنك، واولاد بلدك بيقولوا لك انت مشرفنا وكفايه ان انت بقيت تاني لاعب في افريقيا، مفيش مشكله من السنه دي، السنه الجايه ان شاء الله تاخدها وعن جداره، خليك عند العزيمه والاصرار وان شاء الله تاخدها الفتره الجايه ان شاء الله. انت مع اللي بيقولوا ان النادي الاهلي او اللي صوت للنادي الاهلي ما اختارش طارق حامد ولا كلام اشاعات؟ لا لا انا شايف ان الاهلي لا ما يعملهاش، يعني انا شايفها لا يختار طارق حامد، وطارق حامد فعلا كان ظاهر في المنتخب وكان ظاهر مع فريقه، ان شاء الله ياخدها الفتره الجايه. كابتن مجدي طبعا انت نجم نجوم نادي الزمالك، شايف الاختيار عادل باختيار البلايلي على حساب طارق حامد؟ لا والله طارق حامد كان من احسن اللاعبين الموسم اللي فات دوت، وعامل ماتشات هايله سواء مع المنتخب او مع نادي الزمالك، كان هو احق ان هو طارق حامد ياخد كافضل لاعب. واكيد في ظلم حصل او في زي ما انت قلت في تصويت ما كانش مظبوط يعني، فعشان كده راحت من طارق. وبعدين هو الاول زي الثاني يعني ما يكونوا مركزين اول وثاني، الاثنين قريبين لبعض، وزي ما قال الكابتن ان شاء الله الموسم الجاي يبقى مجهوده افضل ان شاء الله وياخد افضل لاعب في افريقيا ان شاء الله. مساء الشنطره كابتن احمد صلاح. مساء الشنطره كابتن محمد. مدرب حراس مرمى الزمالك طبعا ابن طبعاً من حبيبي. كابتن مجدي حبيبي. معنا الكابتن مجدي طبعا ونسالم ومعنا الكابتن محمد شعراوي. صباح الفل على كابتن مجدي سالم طبعا التاريخ الكبير، وكابتن محمد شعراوي اخوه حبيبي طبعا نجم جمهوريه شبين. حبيبي ربنا يعزك يا كابتن. ازيك يا كابتن محمد عامل ايه؟ حبيبي الله يخليك، افتقدناك النهارده، كنت معانا الحلقه اللي فاتت. والله انا حلقه النهارده حلقه جميله طبعا مع كابتن مجدي وكابتن محمد شعراوي، حلقه بصراحه جميله جدا والله. وتكلموا طبعا عن جائزه احسن لاعب، هارد لك طبعا لمحمد صلاح ومبروك لساديو ماني، وهارد لك طبعا لطارق حامد ومبروك ليوسف البلايل. عايز تقول ايه للكابتن محمد شعراوي؟ والله كابتن محمد شعراوي نجم كبير، كان نجم النادي الاتحاد وبتروجيت والمصري وحاليا جمهوريه شبين طبعا، بهنيه وان شاء الله باذن الله يرجع يلعب في الدوري الممتاز ان شاء الله. وبقول لك كابتن مجدي سالم كل سنه وحضرتك طيب، ودايما تاريخ كبير ومحترم في نادي الزمالك، وكان حاجه جميله جدا في الكويت، عمل تاريخ لنادي السلميه ونادي غيطان، فطبعا بتمنى لهم كل توفيق، وبتمنى لحضرتك يا كابتن محمد فوزي الشنطوري طبعا كل التوفيق برنامج الجميل الكره مع شنطوري. حبيبي يا كابتن احمد ومساء الشنطره حبيب. عليك يا حبيبي الله يخليك. مساء الشنطره عليك يا كابتن، وباذن الله دايما كده ان شاء الله في توفيق ونجاح ان شاء الله. الله يخليك حبيبي الله يخليك. كابتن مجدي استكمالا لكلامنا بعد ما انت طبعا قلت ان كابتن طارق حامد هو اللي يستحق، انا عايز اخدك طبعا انت مخطط برامج في قطاع ناشئين نادي الزمالك. اولا انا عايز اهني قطاع ناشئين نادي الزمالك ان هو طلع لعيبه صغيرين زي احمد عيد وحسين فيصل وحسام عبد المجيد في الماتش الاخراني بتاع طنطا، تقول ايه عن التجربه دي ومستر كارتيرون بيتعامل جوه نادي الزمالك ازاي لو انت طبعا مقربه من الامور؟ هو على فكره بيتفرج على ماتشات الناشئين ومتابع الناشئين وبيختار اللعيبه، ودي حاجه جميله جدا في مدرب الفريق الاول، ولان في نجوم تانيين يعني نادي الزمالك مليان نجوم، محتاجين بس ان مدرب الفريق الاول يديهم الفرصه ويلعبهم، والكلام ده هيبقى فيه لاعبين موهوبين معاه في الفرقه وهيقوي الفرقه، وبالتالي كمان هيوفر على النادي شراء لاعبين من الخارج، يبقى اولاد النادي هم احق. وكان زمان يا كابتن فرق الدرجه الاولى سواء في الزمالك او الاهلي كلها من ولاد النادي، وكان اللعيب الاجانب تلاقيهم اتنين بس موجودين في الفرقه وساعات كانوا بيبقوا واحد وكان كل الناشئين بيطلعوا يلعبوا في الفريق الاول. ليه بقى؟ الناشئ لما بيطلع بيحب النادي، وهتلاقيه في المباراه موت نفسه وادائه وبيقاتل عشان يكسب عشان يرفع شعار النادي. يا ريت الموضوع ده يرجع تاني وندي فرص للناشئين بدل الاثنين ثلاثه يبقوا خمسه سته، يبقى في ست لاعبين من الناشئين بيلعبوا في الفريق الاول. والمستويات على فكره متقاربه، الناشئين مستواهم في نادي الزمالك هايل،
فان شاء الله الفتره اللي جايه دي المدرب هيتابعهم تاني وهيبتدي يختار لاعبين تاني، واي حد هيظهر اكيد هيضمه. يعني كابتن شعراوي الدوري خلص ولا لسه؟ لا صراحه اعتقد بنسبه كبيره، اعتقد بنسبه كبيره، مش هنجامل، بس هو بنسبه كبيره الاهلي، ويعني اللي مقرب منه بقى الاتحاد، زمالك، اسماعيلي. انا شايف ان الاهلي ماشي بخطى ثابته، ماشي في الطريق الصحيح، عارف يجيب مدرب، قادر ان المدرب يدور اللعيبه كلها في الملعب، مش بيختار 11 لعيب بس او معتمد على 13 لعيب او 14 لعيب فقط، لا ده بيدور ال 30 لعيب، عارف ماسك زمام الامور زي ما بيقولوا، ما تعرفش مين اساسي ومين احتياطي، كله بيلعب كله بيكسب. الفالينا الحمراء عامله شغل السنه دي، شايف ان المدرب موفق مع النادي، اتمنى ان الزمالك يبقى كده برضو. انا شايفهم اختيار المدرب برضو اختيار موفق، شايف ابناء النادي اللي كابتن مجدي كان بيتكلم عليهم ده من وجهه نظري دي بدايه الطريق الصحيح، لو اعتمد على اولاد النادي هيبقوا افضل من الناس اللي هم بيشتروها. هقول كلمه يعني مش معبره شويه، بس مش كل واحد جاب جون في الزمالك هنروح نجيبه، لا يعتمد على اولاد النادي ان شاء الله يبقوا حاجه كويسه، ولما يكون اهلي وزمالك غير ما يكون اهلي بس، ده لصالح الكره المصريه. فرص الاهلي افريقيا ازاي شايفها في دوري الابطال؟ لا انا شايفها كويسه، بس الدوري لازم يبقى اقوى من كده شويه، لازم يبقى فيه منافسه اقوى من كده شويه. سيبك من دوري الدوري المصري، خلاص احنا عارفين الدوري المصري خلص. ما هو ده سلسله للدوري الافريقي، البطوله الافريقيه. لا انا عايز اسالهولك، لو عندك هل الاهلي بالمجموعه اللعيبه الموجوده والمدير الفني ده مش محتاج تدعيمات؟ يعني هو كده ممكن ياخد بطوله افريقيا، انت شايف كده ولا لا في لسه عنصرين ممكن يضافوا من وجهه نظرك؟ يعني انا شايف سيردباك وفيرود مهمين جدا. طب لو ما جابناش سيردباك وفيرود يعني او النادي الاهلي يعني اللي ما جابش، نسبه كام في الميه الاهلي ممكن ياخد دوري الابطال السنه دي؟ يعني 70 80 70 80 ان شاء الله. كابتن مجدي، لا ان شاء الله الزمالك رجع تاني، الروح رجعت فيه بعد ماتش طنطا، ابتدى اللاعبين رجعوا للحماس تاني والروح تاني، واكيد الماتشات اللي جايه هيبقى فيه اداء مختلف. وبالنسبه للبطوله الافريقيه نادي الزمالك عنده لاعبين ممتازين، والمدرب على فكره مدرب كويس، هو بس الفتره اللي فاتت دي كان في عدم توفيق من اللاعبين، كانت زي ما بنقول كده الكره مش ماشيه مع اللاعبين بصوره، فرص كتير قوي بتروح، هنمشيها مش ماشيه، في فرص كتير وكده، لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه بعد ما رجعت الروح للاعبين ان شاء الله هنشوف اداء تاني وهنشوف حاجه جميله من لعيبه الزمالك. عايز اقول لك ماتش طنطا مستر كاترون تقريبا باستثناء اوباما واحمد عيد فتسع لعيبه جداد في الملعب، في فريق بينافس على بطوله في ماتش صعب بره ملعبه يغير كل العدد ده من اللعيبه؟ والله شوف انا ما اعرفش ايه، يعني انا مش موجود معاهم في اكيد في حاجه، في اصابات، في غيابات، في تفكير ينزل لاعبين يشوفهم، على اساس ان فريق طنطا مش فريق يعني قوي جدا، لا اللاعبين اللي نزلهم ممكن يديهم فرصه والكلام ده، لكن حصل يعني غير المتوقع، يعني ان طنطا جاب الجول وسبقت وبقت 2-1، وبعدين الزمالك جه في الاخر سجل هدفين وكسب المباراه ورجعت، ما تعرفش الخير فين يعني، رجعت الروح تاني. انا شايف في روح في الملعب وروح بين اللاعبين، وحتى الناس كلها مبسوطه، جمهور الزمالك بالنتيجه الاخيره ديت، فان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في تثبيت للجهاز للاعبين في الملعب، عشان عمليه تثبيت الفرقه دي ده شيء مهم جدا، بس هو ان شاء الله لما يستقر على التشكيله او تركيبه الفرقه اللي هي تقدر تنافس وتحقق البطولات. كان هتاف جمهور الزمالك بعد مباراه طنطا عايز تغيظه هات له زيزو، ايه رايك في اداء زيزو هذا الموسم مع نادي الزمالك؟ والله انا شايفه كويس، يعني انا مش شايفه يعني كويس معقول، هي بس الظروف اللي كابتن مجدي قال عليها، ظروف عدم انسجام، الزمالك دايما بيغير كل سنه بيغير عدد كبير من اللعيبه، حته الماتش بقى اللي انت بتتكلم عليها ان هو ليه غير بالحجم ده او فرقه كامله، هو قال لو انا هعمل زيه، لو انا مكانه هعمل زيه، ليه بقى؟ انا خلاص يعني بعيد عن الاول شويه، فبضطر انا مدرب لسه جاي جديد، عايز اشوف ال 30 لعيب، عايز اشوف مين ما ممكن يكون الناس ما بتلعبش يكون احسن من اللي بيلعبوا. محمد ماشي، احنا عارفين الدوري خلص، احنا ما فيش فيها كلام خلص. طيب طالما انت عارف لكن انت كابتن مش انت ماسك نادي كبير اسمه نادي الزمالك، حتى لو ما فيش دوري ما فيش اي حاجه، بيلعب على 3 بونت حتى لو ماتش ودي لازم يكسب.
تمام. رايح ماتش زي ده انت كده بتدي احاء للناس اللي قاعده في المدرجات بره ان انا رميت الفوطه. لا انت حتى لو رميت الفوطه ما ينفعش تدي احاء للعيبه نفسها ان انت رميت الفوطه. هو ممكن يكون هو اضرب بالقصه دي زي ما الكابتن مجدي قال، ممكن يكون عنده اصابات، ممكن يكون عنده غيابات، ممكن في ناس في التمرين ما بتجيش مثلا يومين ولا حاجه، انا وانت مش هنعرفها، المدير الفني هو اللي هيبقى ادرى بيها بالقصه دي. فهو اللي عمله ممكن يكون صح بالنسبه له من وجهه نظره، ممكن يكون حد قال له ان فريق طنطا ده مش يعني اخر الدوري مش ماشي كويس بتاع ان هو يجرب حاجه. بدون مقاطع كلامك الاول ناخد المكالمه واكمل معاك. معانا الاستاذ علي من اسكندريه. مساء الشنطره يا استاذ علي. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ معانا الاستاذ او النجم الكابتن مجدي سالم نجم نادي الزمالك السابق، وطبعا الكابتن محمد شعراوي نجم الاتحاد والمصري السابق. عايز تقول يا استاذ علي عن رايك في التحكيم المصري اولا؟ كل المشاكل اللي بتحصل ديت والناس كلها شايفه ان التحكيم كويس وبتاع، مش كلها تحكيميه صالح الخط بيقطع. هي صالح الاهلي. ايوه. بتقول ايه الاخطاء التحكيميه لصالح الاهلي؟ كلها لصالح الاهلي. كلها انت زملكاوي طبعا. تمام. اي حد يكون زملكاوي. تمام. اتفضل كمل قول. استاذ علي كمل. الخط قطع. للاسف الاتصال قطع. طب كابتن محمد كمل. في الماتش ولا في التحكيم؟ لا في الماتش مش هعرف. بص يا كابتن، هو حب يكسب لعيب اكتر من الماتش. انت قلت ان انت لو زيه هتعمل نفس اللي عمله. هو حب يكسب لعيب اكتر من الماتش، بمعنى هو لو طلع بثلاثة اربع لعيبه من الماتش ده وتعادل في الماتش او كسب، ما هو كان كده كده كان ضامن ان هو يكسب يعني. غير مجريات الماتش، مجريات الماتش كانت بتقول ان طنطا فريق قوي، فريق كويس، اضطر ان هو ينزل ثلاثه من عنده من على الدكه يقلبوا الماتش. الماتش اختلف بالنسبه لهم، بقى في حماس، كسبوا الاصرار وكسبوا الحماس بين اللعيبه، كسبوا روح، طلع باتنين تلاته لعيبه من الناشئين، يعني ده انا شايفها مكسب مش شايفها خساره. هو بيدور على مكاسب بقى غير بطوله الدوري. ما خلاص يعني انا شايف 12 بونت، ولو لعب كمان ضد الاهلي والاهلي كسب خلاص الموضوع يبقى صعب يعني. عموما انت بقى دلوقتي موجود في جمهوريه شبيه، ترتيبكم الثامن في دوري الدرجه الثانيه صح؟ للاسف الثامن، احنا كنا الثاني، اتعادلنا ماتش وخسرنا ماتش بقينا الثامن. وتم تعيين النهارده الكابتن سمير كمونه مدير فني. يعني انا بقول للكابتن سمير الف مبروك، وان شاء الله تكون خطوه خير عليك، وبقول للكابتن ناني معلش التوفيق كان غايب عنك، ان شاء الله الفتره الجايه تمسك في حته كويسه، وبقول للكابتن سمير ربنا يوفقك معانا ويوفقنا معاك ان شاء الله. ترتيب المجموعه اللي هي الثانيه اللي بتاعت القاهره اللي حضرتك بتلعب فيها في جنوب جمهوريه شبين، سيراميكا كليوباترا 27 نقطة في المركز الأول، فارق 8 بونت عن الداخلية 19 نقطة، القناة 19، منتخب السويس 17، كوكاكولا 16، بتروجيت 15، النجوم 14، ده فرقتين نازلين من فوق الاثنين في نفس المجموعة، جمهورية شبين انتوا 14 والنصر 14، والنصر كان في السنة اللي قبلها في الدوري، الترسانة التاريخ الكبير في المركز العاشر 9 نقاط. وانا عايز اقول حاجه في الحته ديت، بتروجيت والنجوم والنصر كانوا نازلين على اساس ان المجموعه سهله والموضوع سهل والدنيا حلوه هيكسبوا ماتشات اسهل ممكن، لقوا الدوري مختلف خالص. انت عندك بتروجيت الفتره اللي فاتت دي كانت هي قبل الاخير مثلا او الثالث من تحت، لما حسوا بقيمه الدوري عندنا صعب جدا، اكتر من فرقه في ماتش واحد يطلعك فوق وماتش ثاني ينزلك تحت. مظبوط، مجموعه صعبه جدا. كابتن مجدي، زي ما حضرتك سمعت كده في ترتيب درجه الدرجه الثانيه لمجموعه القاهره، سيراميكا كليوباترا محقق المفاجاه 27 نقطه، داخليه، بتروجيت، الترسانه، جمهوريه شبين، النصر، النجوم، كله تحت. طبعا الفرق ديت اللي بتصرف على فرقتها وبيجيبوا لعيبه كويسين وبيهتموا بيحققوا نتائج. الفرق بقى اللي هي واخداها بس مشاركه كده واللعيبه مش مهتمه، نادي الترسانه ده 9 بونت يا كابتن في 11 مباراه. بقول لك نادي الترسانه ده سنتين ورا بعض يطلعوا نهائي بيلعبوا ماتش، لو كسبوه صعود الدوري هيعودوا للدوري. اللعيبه مش عايزه تطلع لانهم عارفين انهم لو طلعوا الاداره هتجيب لعيبه جداد والكلام، يقول لك لا احنا مش هنطلع سنتين ورا بعض. وهم برضو بص اللعيب الكوره الفرق دي اللعيبه لو عايزه تعمل نتائج هتعمل، عايزه تتحرك وتلعب والكلام ده هيعمله. في لعيبه كده واخدها انها بتقبض وخلاص وبتلعب وخلاص، مش مهم بقى ايه توصل دوري ممتاز او مش دوري ممتاز. كابتن مجدي بخبرتك الطويله في الملاعب،
المدرب كم في المية من قوة الفريق؟ لا بصي لي، المدرب لو بيسيطر على اللعيبة كويس واللعيبة مقتنعة بيه وبتحبه وشايفين شغله مفيد ليهم، ها هيبقى المدرب بالنسبة للعيبة كل حاجة. اللاعب لو حب المدرب والمدرب فعلا بقى بيشتغل معهم صح وبيمرنهم صح وبيعلمهم بقى خطط اللعب المختلفة صح وبيمرنهم صح، اللعيبة هترتبط بيه جدا وهيأدوا. يعني في لعيبة بتخاف تخسر احسن المدرب يزعل منها او المدرب يمشوه من حبهم للمدرب، بينزلوا الملعب بيعملوا كل حاجة. فالمدرب حسب أدائه حسب شخصيته مع اللاعبين، يعني ما فيش مقياس محدد يعني. بس المدرب يعني تقدر تديله من قوة الفريق كام؟ 50%، 40%، 80%؟ لا يعني أنا هقول لك بالنسبة للمدرب ممكن نديله 70%. ليه بقى؟ لأن المدرب ممكن تغييره في طلوع لاعب ونزول لاعب مكسب فرقة. يعني هو مدرب موقفه خطير جدا لما يكون فاهم قوة اللاعبين، يعني زي ما زيزو كده نزل ها كسب الزمالك في الاخر. لو هو المدرب مش 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 قوي بالنسبه للفرقه مش هيعمل التبديل دي، ما كانتش حصلت وما كانش زيزو ده نزل جاب الاهداف وغير النتيجه. فالمدرب يعني هو كل حاجه عليه العامل الاكبر يعني. كابتن شعراوي انا مش هسالك المدرب كام في المية، انا هقول لك مين افضل المدربين اللي انت استمتعت باللعب تحت قيادته. في مدربين هيزعل مني، احنا عايزين الصراحه، الجمهور بيتفرج عليك. طيب الكابتن طارق العشري، كابتن أنور سلامة، كابتن عماد النحاس، كابتن طلعت يوسف طبعا. وفي حد تاني؟ لا في كتير، في كتير. لو قلت لك اختار لي أفضل مدير فني في مصر دلوقتي تقول لي مين؟ السنة دي طالع مصري ولا مش عايزين أجنبي، احنا عايزين مصري، أفضل مدرب مصري موجود في الدوري المصري أو مش موجود في الدوري المصري، أفضل مدرب مصري موجود في مصر. مين؟ شايف الكابتن عماد النحاس ماشي بخطة ثابتة مع المقاولين العرب، شايفه عنده طموح ومدرب واعد وصاعد، وشايف ان هو ما بيفكرش في المقاولين بس، بيفكر في اعلى من كده، وده سبب نجاحه. تعال نشوف مع بعض دوري الدرجه الثانيه برضو، بس في مجموعه اسكندريه بقى بحري صعبه جدا برضو. مجموعه فاركو محقق المفاجاه 23 نقطه بعد نهايه الدور الاول، هو الاول وراه المحله 21، دمنهور 18، دمنهور غير 3 اجهزه فنيه، المنصوره 16، المنصوره من 3 ماتشات كان في المركز 11 كسب ماتشين ورا بعض بقى في المركز الرابع، الرجاء 16 اهي الترتيب اهو حضراتكم على الشاشه، الرجاء 16، المحله بلديه المحله مع الكابتن رضا عبد العال جوارديولا العرب طبعا 16، ديكيرنس 15، الحمام 15، ابو قير للاسمده 13، الاولمبي وما ادراك ما الاولمبي نفس مشكله الترسانه الناحيه الثانيه 12، بلديه كفر الزيات وبيلا 5 نقاط. تقولي وعندنا انديه عريقه زي الاولمبي في الخمسه اللي هم في الاخر اللي هينزلوا. انا اقول لك، اقول لحضرتك بس لاحظ حاجه، ان مجموعه القاهره اللي متسيدها سيراميكا، سيراميكا وهي شركه، واسكندريه فاركو، فاركو شركه. يعني معنى كده ان الفلوس لها العامل الاكثر في ان انت تصعد او ما تصعدش، في اختيار اللعيب، هل انت هتعرف تجيب لعيب من الدوري الممتاز ولا لا. يعني انت لو لاحظت سيراميكا مش اقل من 20 لعيب في الملعب دوري ممتاز، ونفس الكلام هناك فاركو. كابتن مجدي سريعا رايك في الدرجه الثانيه في الاولمبي والفاركو اللي بتصدر؟ لا والله احنا طبعا عشان ارتبطنا بنادي الاولمبي من زمان ونفسنا ان هو يرجع تاني زي ما قال الكابتن، هل الفرقه ما بقاش فيها لعيبه، اللعيبه لازم تشتريه وتجيبه، وعاوزين صرفه وعاوزين مكافئات. يعني الناحيه الماليه شيء مهم جدا في وقوف الفرق دي على رجليها وتصدرها المسابقه. كابتن مجدي شرفتنا ونورتنا، ومساء الشنطرة على حضرتك، وان شاء الله تكون معانا في لقاءات اخرى ان شاء الله. يا كابتن كابتن محمد شعراوي نجم الاتحاد والمصري السابق، شرفتنا ونورتنا، ومساء الشنطرة عليك. شاكرين جدا يا كابتن، وفرصه سعيده ان شاء الله. اشكركم اعزائي المشاهدين في كل مكان، لازم ومهم وضروري تنتظروا الحلقه الجايه ان شاء الله من برنامج الكوره مع الشنطوري الثلاثاء القادم الثانيه 10 مساء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.